ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله لما ذكر حديث حذيفة في الصحيحين كما في الفتاوى قال: إن الله أنزل الأمانة في جذر قلوب الرجال، والأمانة الشاملة لا تحصر في الوديعة، لا، وإنما هي شاملة لكل أمور الدين مع الودائع. قال: إن الله أنزل الأمانة في جذر قلوب الرجال فعلموا من القرآن وعلموا من السنة.